صعوبات عديدة واجهتها عند بداية ممارستها اللعبة كادت أن تبعدها مبكراً عنها، ومع الإصرار والطموح نجحت شهد الشواربي في أن تصبح لاعبة محترفة للعبة كرة اليد داخل جدران قلعة الجزيرة وتحمل ألوان منتخب بلادها. بدأت شهد لعبة كرة اليد منذ طفولتها داخل النادي الأهلي، ومع حلول عام 2015 تم تكوين منتخب 2000. شاركت في بطولة البحر الأبيض المتوسط والتي أقيمت في مونتينيغرو وحصلت مع الفريق على المركز الخامس. وفي عام 2017 شاركت شهد رفقة منتخب مصر للشباب في بطولة كأس العالم بعد التتويج بالبطولة الإفريقية والتي أقيمت في العاصمة الإيفوارية أبيجان، والتي حصل الفراعنة على لقبها الغالي بعد أن حقق العلامة الكاملة بالتغلب على فرق البطولة أنغولا وتونس والكونغو والجزائر والسنغال، وبالتالي تأهل منتخب نهائيات كأس العالم. وفي عام 2018 حصلت أيضا على لقب دورة الألعاب الإفريقية والتي قدمت فيها أداء مميزا مع الفراعنة. شاركت مع الفريق الأول بالنادي الأهلي منذ أن بلغت 17، ومثلت منتخب مصر في نهائيات كأس العالم في بولندا. توجت بالعديد من الألقاب الفردية والجماعية مع الأهلي ومنتخب مصر في مختلف الأعمار السنية، وتأمل أن تكون مستقبلا إحدى أهم وأبرز نجمات اللعبة. يا أهلا بكل حضراتكم من جديد. الحقيقة دايما فتيات وسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي دايما عاملين شغل زي الفل، وطبعا تابعنا مع حضراتكم من خلال هذا التقرير وشفنا قد إيه ضيفتنا العزيزة اللي منورة فقرتنا دي بتتميز وبتتسم بالقوة وبالسرعة وبالمهارة. إحنا معانا ومع حضراتكم إحدى بطلات ونجمات فريق اليد بالنادي الأهلي شهد الشواربي. صباح الفل عليك يا شهد. صباح النور. أهلا بيكم. صباح الخير يا شهد، مبسوطين إنك معانا في 10 الصبح في الأهلي. سألتها أنا قبل الهوا بتتفرجي علينا، قالت لي أوقات لما يبقاش عندها يعني أيام دراسة. أنت لسه بتدرسي في ايه بقى؟ حقوق في الجي سي في الجامعه الالمانيه. جميله. برافو عليك، وعارفه توازني كويس ما بين النجاحات الكبيره اللي طبعا بتستدعي بطبيعه الحال تمرينات كتير وبطولات كتير ومباريات كتير، عارفه توازني ما بين الدراسه والرياضه بشكل ناجح. يعني اكدب عليك لو قلت ان هي حاجه سهله، بس يعني الرياضه بتديني دافع اللي هو مثلا لازم اخلص اللي ورايا عشان عندي بطوله مثلا قريب، فانا لازم اكون مخلصه اللي ورايا فبخلص اول باول، فيعني بوازن الاثنين يعني. حلو، برافو عليك. دايما بتقولي ليكي مقوله كده معروفه عنك، انا بنت النادي الاهلي ومتربيه جوه النادي الاهلي. دايما بتقولي ان انت حتى في السله مفروض، فخلينا نعرف اكتر. هو انا عمري ما لعبت في حته غير النادي الاهلي، ولا عمري بفكر اصلا العب حته بره النادي الاهلي. اصيله شهد، اصيله شهد. يعني وانا عندي 5 سنين وانا اهلاويه، يعني بابا اهلاوي متعصب، واختي كانت بتلعب في النادي الاهلي، فعمري ما افكر العب اصلا بره النادي. مفيش حته تانية تلعب فيها في مصر يعني. وابتديتي بالباسكت مفروض؟ لا هاندبول. في الهاندبول من وانت صغيره ما رحتيش خالص للسله يعني؟ لا لا. كويس جدا، وكنتي ناشئين الهاندبول برده لغايه لما دلوقتي استعدتي للفيرست تيم. بالظبط. حلو جدا. بس طالما متربيه في النادي الاهلي اكيد مليانه ذكريات انت جوه النادي واحداث كتير، بعيدا عن المباريات لان طبعا دي نقطه اكيد هنتكلم فيها، بس على الصعيد الشخصي والانساني يعني النادي الاهلي بيمثل لك ايه؟ من وانا صغيره لو ما فيش تمرين واحنا اصلا قاعدين في النادي، فانا ذكريات طفولتي كلها في النادي اصلا مع صحابي وفي كل خروجاتي حتى دلوقتي يعني، فبنقعد في النادي اكتر ما بقعد في بيتي، فطبيعي كل ذكرياتي تبقى في النادي. جميل. حلو. اللايف ستايل بقى بتاعك قبل ما نخش على يعني تفاصيل اكتر في الرياضه نفسها والبطولات، كان اللايف ستايل بتاع بطله رياضيه لسه بتدرس، بنت ناجحه في الرياضه، وبتقولي برضو انت ناجحه في الدراسه ولا لا؟ لا الحمد لله كويس برضو. سايبك حقوق صعبه يعني، حقوق كل انا كنت حقوق بس يعني صعبه جدا، مش حاجه يعني مع الرياضه وكمان مستوى احترافي محتاجه توازن. مين بقى بيساعدك في البيت على الموضوع؟ بابي. انا بابي متولي مذاكرتي الحمد لله، يساعدني يعني، مش عارفه من غيره كنت هبقى شويه في حقوق. حلو. طيب على الصعيد بقى البروفيشنال والجزء الاحترافي اللي في حياتك وكره اليد، مبدئيا يعني احكي لنا مع كرة اليد. انت بتقولي ان انت عمرك ما لعبت رياضة ثانية غيرها، فواضح ان هي عن يعني اختيار عن حب كده زي ما بيقولوا، واخدين بعض عن حب. فايه اللي حببك في الرياضة دي وايه اللي خلاكي ان انت تقرري الاستمرار فيها؟ ما تجربيش نفسك في رياضة ثانية مثلا؟ يعني ايه اللي خلاكي
تصري على كرة اليد؟ هو انا بدأتها من وانا عندي 5 سنين. انا زي اي طفلة كنت شفت اختي بتلعب قبلية هاندبول، فانا حبيت اللعبة وحبيتها اكتر من انا شايفة اختي كويسة فيها وشاطرة فيها. فبدأت، وبعد كده مع الوقت بقى ومع الفرقة والبطولات ابتديت احب اللعبة اكتر واكتر. اكيد جيت في النص في وقت اللي هو مش اكمل ولا ما اكملش، بس لا اكملت. دلوقتي ما اقدرش صراحة تخيل حياتي من غير الهاندبول يعني. اوكي. واحنا بنتفرج دلوقتي على بعض البطولات يعني والماتشات، ايه اصعب بقى المنتخبات اللي واجهتيها؟ منتخب تونس ومنتخب انجولا الاثنين يعني من اصعب منتخبات. تونس عشان دايما بيبقى فيه الحساسيه ما بين منتخب مصر ومنتخب تونس، وانجولا على المستوى الفني هم جسمانيا وبدنيا اقوياء قوي، بس الماتشين الحمد لله قدرنا نحسمهم يعني وكسبنا بطوله افريقيا. وليه تونس بقى في يعني زي تنافس بيبقى مختلف؟ يعني اللي هو بلد عربية زي فكرة بس على مستوى مثلا القاري، برضو مستواهم كويس، مستواهم كويس. وواجهناهم كذا مرة في بحر متوسط، كنا مثلا كسبناهم مثلا 3 ماتشات وخسرنا ماتش، ماتشات يعني ملعب يعني. فكان صعب. طب وعلى صعيد البطولات، انت طبعا شاركتي في بطولات كتير سواء محلية او اقليمية او افريقية، فالبطولة الاهم اللي ما تتنسيش، البطولة الاصعب من وجهة نظرك واللي كانت كل ظروفها وملابساتها مش سهلة؟ افريقيا مع المنتخب في 2017. اوكي. عشان قبلها كنا لعبنا بحر متوسط والنتائج ما كانتش قوي، فبدات الناس اللي هو لا المنتخب ده اصلا هيروح افريقيا مش هيعمل حاجه وانتوا بتسفرينه ليه، وبدات الناس تشكك فينا قوي. بقى في تحدي بقى. فاحنا رحنا رايحين هو لا احنا مش هنرجع من غير البطوله يعني، فلما كسبناها كان ليها طعم تاني الصراحه. اكيد. حلو جدا. انا هاخدك بقى لبطوله العالم لليد اللي هي المفروض كمان 48 ساعه تحديدا. وبما ان انت بطله في هذه الرياضه، شايفه ازاي المونديال هيكون؟ شايفه المنتخب بتاعنا برضو رايك فيه ايه؟ يعني عايزه اعرف منك برضو وجهه نظرك كبطله في الرياضه دي. هو كاس العالم السنه دي هيكون صعب عشان هو اول مره يبقى فيه 32 منتخب، كان دايما بي 24 فرقه، بس في السنه دي هيكون صعب، هيبقى فيه مواجهات اكتر، فده نفسه طويل هو فعلا اللي هيكمل. ومنتخب عندنا لا شايفه ان هم في لعيبه كتيره كويسين زي مثلا يحيى عمر، زي اسلام حسن، في كذا حد قدروا يعني قادرين يمسكوا الفرقه. وفي الاخر هم السنه يعني كاس عالم اللي فات كانوا واخدين 8 عالم، كانوا وصلوا 8 كبار، فالسنه دي ان شاء الله يدخلوا المربع. وانا حاسه ان كوفيد جاي على مصر وعلى الاهلي يعني بنتيجه ايجابيه، انت ملاحظ ده؟ الحمد لله يعني، بالعكس احنا بنحرز بطولات رغم التوقف اللي حصل، يعني تحس فيه روح بقى هي اللي بتفرض نفسها هنا. وكمان لو هنتكلم عن فريق اليد او المنتخب بتاعنا، وكمان في الوديات اللي فاتت هو فاز فرنسا، يمكن فرنسا من اكبر برضو الدول في هذه الرياضه، واليابان برضو، يعني اعتقد الموضوع كده ممكن يبقى فعلا مبشر خير. ان شاء الله خير. بتفرق بقى روح، دلوقتي ما فيش جمهور خلاص، فهتفرق بقى روح الفرقه وروح اللعيبه عن الفرق الثانيه. دي نقطه برضو عايزين نقف عندها على فكره، وطبعا اكيد قرار يعني اولي الامر المعنيين بتنظيم البطوله شافوا ان ده الاسلم وده الامن، لان زي ما كل الاطراف المعنيه الحقيقه بتاكد على ان الاهم هو سلامه وصحه كل المشاركين في هذا المونديال. لكن ما نقدرش برضو ننكر ان اكيد الموضوع ده هيبقى له انعكاس على الفريق وعلى منتخبنا الوطني. انا بسالك من منطلق ان انت لعبتي مباريات مشابهة ولمستي بنفسك أهمية وجود جماهير، فإلى أي درجة ممكن يعني شايفة أن ممكن غياب الجماهير يأثر بالسلب على منتخبنا؟ هو هيأثر، بس هو برضو اللعيبة اللي هتقدر تحدد إلى أي مدى، يعني على حسب روحهم مع بعض أو كده. هو دايما بتبقى المفروض أن هي بتبقى بوينت لينا أن احنا يكون مثلا بطولة على أرضنا أو كده، فكان هيأثر جامد قوي. هو بيحسسك أن انت على أرض جماهيرك اللي موجودة معاكي في المدرجات، فاهمة ازاي؟ بيبقى لهم رد فعل عامل ازاي وانعكاس عليكم انتوا كلاعبات في البطولات؟ يعني مثلا انت ايه اللي بيحصل يعني؟ انت بتسخن، شايف الناس مثلا بتشجع، فبيديك حافز اكتر، اللي هو لا يعني انا مش همشي الناس دي كلها متضايقه من الماتش. بس تخوف برضه يا شاه، ما هو على حسب شخصيه اللاعب يعني، تخوف من زاويه ان انت اللي هو لا تتوتري وتخافي تخذلي الناس دي كلها اللي عمالين يهتفوا باسمك. دي حقيقه، بس مثلا في توتر بينعكس ايجابيا، ان هو لا اهدي اكتر ما عندي فيه، لا ممكن لعيب يتوتر فاللي هو ما يعرفش يلعب، فهو على حسب شخصيه اللعيب بس.
خير ان شاء الله. طب لو هنتكلم عن اليد بس عالميا وبتكلم على السيدات تحديدا، اكيد انت بتطلعي على الرياضه دي في العالم، كلميني اكتر عن اكتر دوله في يد، انا بتكلم سيدات يعني عامله رانكينجز كويسه، وفي نفس الوقت الستايل في اللعب يختلف ايه عن مصر؟ هي النرويج لسه واخدين بطوله اوروبا. بيفرق يعني مثلا السرعه والقوه البدنيه بتفرق كتير قوي عن مصر الصراحه. النرويج ومصر يعني هم بدنيا اقوى؟ لا قصدي ان النرويج فرقه عن مصر في مثلا السرعه وفي البدن وبدنيا، لكن يعني الفنيات فيه وفيه، بس بتفرق اكتر ده احنا السرعه. شويه الشطات اللي شفناها لك من خلال التقرير انت وبقيه زميلاتك، اللهم صلي على النبي، يعني في قطر مجري بيقطع الملعب بالعرض عشان يسجل اهداف. احنا يعني هل الفرق كبير فعلا للدرجات دي اللي احنا شايفينه منكم؟ جميل جدا الحقيقه، فازاي انت حاسه ان في فرق للدرجات؟ انت قادره طبعا. هو فكره ان مثلا اختلاف طرق التمرين، الناس هناك بيكونوا يعني التمرين وبس، الدراسه ما بتبقاش يعني واخده حيز كبير قوي، بتبقى يعني متنظمين مع بعض. يعني احنا في مصر برضو يعني لو رحت مثلا للجامعه، الجامعه ما بتقبلش اصلا مثلا ان انا عندي ماتش، ما ينفعش اغيب برضو انا عندي ماتش، يعني ممكن اعمل دروب لماده او حاجه بسبب الماتشات. ما بيبقاش في تنسيق بين النادي او بين المنتخب وبين الجامعات المختلفه؟ لا يعني ممكن المنتخب بيقبله مثلا لو بطوله كاس عالم بس، اللي هو ساعتها يعملوا لي وضع استثنائي يعني. لكن مثلا ماتشات النادي لا، انا ممكن يتعمل لي دروب لكورس كامل بسبب ان انا عندي مثلا ماتش او تمرين، فما فيش. دي نقطه فعلا كتير يا كريم. ودي حصلت معاكي قبل كده؟ معايا انا لا، بس مع كذا حد اعرفه. لكن انا الحمد لله لغايه دلوقتي ماشيه كويس. بس انت بتتكلمي في نقطه مهمه جدا، ان احنا بنتكلم عايزين دلوقتي يعني نصعد بالرياضه، وفي اهتمام كبير جدا من القياده السياسيه بالرياضه، فلازم يكون في برضو يعني زي ما تقول كده اكسبشنز، يعني بتحصل استثناءات بتحصل للرياضيين. ما هو ده المفروض، بس هي الجامعات عندنا لا مش فلكسبل قوي في الموضوع ده، اللي هو لا يعني انت احضري وبعد كده اتصرفي انت بقى بره في الرياضه بتاعتك براحتك، لكن ما فيش. وعلى صعيد الاحتراف ما فكرتيش في الخطوه دي في مرحله من المراحل؟ نفسي الصراحه، بس يعني مأجله ان انا افكر فيها قوي، ان انا بعد ما اخلص فاضلي سنه في الجامعه. اوكي، فاخلص الجامعه الاول بعد كده ان شاء الله. يعني فكره وارده بالنسبه لك؟ لا وارده. والوالد عجباه الفكره ولا عنده تحفظات؟ يعني نص نص، بس ما اظنش ان هو هيكون عجباه قوي يعني. جميل. حلو جدا. طيب هو الوقت بيخلص، بس خلينا كده برضو نعرف منك، انت ان شاء الله الفتره اللي جايه بعد ما تتخرجي ناويه تشتغلي ولا هيبقى في تفرغ بقى للرياضه بس؟ لا صراحه اكيد ناويه اشتغل، مش ناويه ان انا بعد ما كنت تعبت وكمان انا حابه في بتاع حقوق، فناويه ان انا ان شاء الله تشتغلي اشتغل محامية. ان شاء الله يعني. فلا ناويه اكمل الاثنين مع بعض يعني. ان شاء الله موفقة إن شاء الله، وبنتمنى لك كل النجاح في حياتك الشخصية والعملية. شهد شواربي، نورتينا وشرفتينا، وإن شاء الله نلتقي بيكي مرة تانية على خير قريب بإذن الله. شكرا لك، مبسوطة إنك كنت نورتينا يا شهد. وتابعي بقى، اصحي بدري في الأيام اللي عندك شوية جامعة اتفرجي.